ينطلق أندريا بيرلو، يجي غوارين يتفوق غوارين وانطلق في هجمة معاكسة سريعة جدا. غوارين من هناك، غوارين يعتمد على نفسه. غوارين با 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 جول 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 جول. الانتر يضيف الهدف الثاني. غوارين غوارين يبطل لميليتو، يسجل الثنائية. يا له من هدف، هدف ثاني. استراماتشوني هل يفعلها ويوقف زعف اليوفي في المباراة الخمسين؟ هل يفعلها انتر ميلانو؟ فعلا يستحق ان يفعلها الانتر الليلة. انطلق غوارين، سددها بقوة، بالحارس بوفون لم يتمكن من صدها، وميليتو في المكان المناسب لا يضيع. الهدف الثاني لانتر ميلانو في تورينو امام اليوفي، هدفان مقابل هدف واحد. اتجاوب مع هذا الهدف لان الامر سيكون تاريخي لو يحدث.